مشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم. تعطلت العملية السياسية عند توصيات ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، وهي الورشة الأخيرة للاتفاق الإطاري الموقع بين القوى المدنية والعسكرية، وتعطل معها التوقيع النهائي الذي كان مضروب له الأول من أبريل بسبب الخلاف بين الجيش والدعم السريع حول المدى الزمني لعملية الدمج. موضوع حلقة أجندة الساعة لهذا اليوم الاتفاق النهائي امتحان العبور. أهلا بكم وأهلا بضيفي إسماعيل محمد التوم قيادي بالحرية والتغيير، وأيضا الأستاذ عبد الوهاب موسى الصحفي والمحلل السياسي. مرحبا بكم في أجندة الساعة. أهلا أستاذ، مرحب بك في أجندة الساعة. مرحب بك ومرحب بمشاهدي الشيرو، ورمضان كريم جميعا. الله أكرم، وأهلا ومرحب بك عبد الوهاب موسى. أنا سعيد أطل من شاشة الشروق، مرحب بجمهور الشروق. أهلا ومرحب بكم. بداية يعني لو تحدثنا عن العملية السياسية اللي تعطلت، والميديا الآن هي ملأة بالخلاف، يتحدثون عن الخلاف بين الجيش والدعم السريع حول عملية الدمج والإصلاح، ما هي الحكاية أو ما هو الحاصل؟ هل ما يدور الآن في الساحة الإعلامية هو الحقيقة أم هناك أجندة خفية؟ الرحمة والمغفرة لشهداء ثورة ديسمبر المجيدة. هو الحقيقة إنه هو الناس ما تكبر الموضوع، الموضوع ما خلاف. نعم. الموضوع هي ممكن يكون الناس زائرة تصل لاتفاق نهائي وحاسم حول المدة الزمنية، حول المصفوفة زمنية محددة لموضوع الدمج والتحديث والإصلاح. بالتالي إنه الناس اللي بتتكلم عن خلاف ده ناس دائما هم وراء مرمى آخر. نعم. هم دارين الناس الدائرة إنه يحصل صدام، الدائرين يحصل صدام بين القوات المسلحة والدعم السريع وغيره، والحياة دي بعيدة، وهم ناس هم دائما أعضاء النظام البائد. نعم. لكن هو في ورقة اتقدمت في توصيات المفروض يكون في مصفوفة زمنية، المصفوفة الزمنية دي في لجان فنية بتناقش فينا كيف تصل لاتفاق بشأن عشان تكون ضمن الدستور اللي بيحكم الفترة الانتقالية. نعم. ده كل الحاصل. الورشة انتهت، كل الورش انتهت، حصل اجتماع قبل في 48 ساعة الماضية بالقصر الجمهوري، ناقشوا فيه نقاط الخلاف والاختلاف في كل البروتوكولات الخمسة، سواء السلام أو العدالة الانتقالية كلها، أيوة، بما فيها إنه الموضوع بتاع المصفوفة الزمنية هو برضو يتناقش، وإنه اتفرغت له لجان فنية. ده سبب التأجيل الأساسي، إنه اللجان الفنية ما فرغت من تحديد المصفوفة الزمنية، يعني ما بالحجم اللي بيثار الآن، ما بالحجم اللي يثار عليه بينه في إشكال أو خلاف بين الدعم والجيش. طيب تحدثت عن إنه كان في اجتماع في القصر الجمهوري قبل 48 ساعة، من كان حضور في هذا الاجتماع؟ هل رئيس مجلس السيادة كان موجود؟ نعم. الدعم السريع كان موجود؟ نعم نعم، رئيس مجلس السيادة وقائد عام الدعم السريع و القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري والآلية الثلاثية، كل الناس دي حضرت الاجتماع وقيموا الورش التمت وناقش المسودة النهائية. نعم. طيب نحن لازم يعني يمكن يفترض كان يكون معنا الأستاذ عمر خلف الله الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية، ولكنه اعتذر في آخر اللحظات وقد يكون له عذر. عبد الوهاب، تابعت حديث الأستاذ و كان الحديث عن انه الخلاف ليس بالعمق اللي بتحدث به الميديا، كيف رايت انت الصحفي والمحلل؟ في الحقيقه الخلاف ليس جديد بين الدعم السريع والجيش، من ايام رشح الخلاف، وصراحه يعني هذا الخلاف اربك المشهد السياسي بشكل حقيقي، ويعني ظهرت تخوفات من الناس يعني على مستقبل الامن في البلاد. الحقيقه يحمد لورشه الورشة بتاعت الإصلاح والإصلاح العسكري والأمني، إنها جمعت الطرفين بعد تلاقيهم من قبل الوساطات. بفتكر إنه الورقة اللي تقدم عمل شغل كويس جدا، لكن صراحة التحدي كبير،
واضح انه الخلافات القديمه نعم. ما قبل المصالحه يعني الغت بظلاله على الشغل في الورشه، وافتكر انه برضه جهود كبيره جدا، وافتكر يعني الاطراف اتحلت بصبر كبير جدا، يعني القوه المدنيه الموقعه على الاتفاق الاطاري، الوساطه الدوليه من الاليه الثلاثيه والرباعيه وغيرهم، انا افتكر انه يعني اتعاملوا بحكمه عاليه جدا ومشوا باتجاه انه يعبروا بالعمليه دي ليصلوا لنهايات على الاقل تضع الناس كلهم في صوره ان العبور الاتفاق السياسي لنهاياته امر ممكن وغير صعب. نعم. طيب من الاشياء اللي يمكن بتربك المشهد كما ذكرت، هناك حديث عن انه الكتله الديمقراطيه اتجهت صوب الجيش، الموقعين على الاتفاق الاطاري بقياده الحريه والتغيير ناحيه الدعم السريع، تعليقك استاذ اسماعيل؟ هو طبعا الكلام ده ما حقيقي، ولا الحرية والتغيير أو الموقعين على الإطار هم بيفضلوا أي قوة على الثانية، نعم. هو حساسية الوضع الأمني والعسكري في السودان، نعم. نحن عارفينه، وهو من ضمن الدوافع اللي خلت الحرية والتغيير أو القوة الموقعة على الإطار إنها تمشي في اتجاه حل سياسي أو رؤية سياسية، إنها خوفة من انزلاق البلد دي لمرحلة ممكن لا يحمد عقباها يعني. هي توازنات القوة أو توازنات الضعف الحاصل في البلد كله هي من ضمن الأسباب اللي خلت إنه الناس تتجه على حل سياسي للأزمة السياسية السودانية. الحاجة دي بتخلينا نحن بننظر بوعي كامل للعلاقة بين الأطراف العسكرية، وبنكون معاها في إطار التوازن أو الحيادة التام دون اتجاه لآخر، أي في الكتلة الديمقراطية والنظام البائد وغيره، وهم ديل جارين وراء العساكر وراء القوات المسلحة والجيش بهدف في نفسهم. النظام البائد داير بأي حال إنه تحصل فوضى خلاقة جدا تعيد التوازن له، لأنه هو لسه عنده الدفاع الشعبي والدبابين هنا، وعنده سلاح لسه موجود في يده، إنه تحصل الفوضى الخلاقة هو يكون جزء من أي حل أممي بعد الفوضى الخلاقة، يعني داير يجر البلد لحرب، تمام، هو ده هدفه الأساسي. أو بعد الحرب هو أكثر استعدادا، أي هو حيكون جزء من الصفقة لأنه هو بيحمل السلاح، نعم، أي هو بيكون جزء من الحل الأممي، ما حتتدخل الأمم المتحدة زي ما حصل في بلدان كثيرة، وإنه هو يكون جزء من الحل ده يعني، نعم. لأنه باعتباره هو حامل السلاح، بالتالي دي المعادلة الوحيدة الدارية يخش بها أو يكون جزء من هنا، إنه تحصل المذابح في الشوارع، وهون الإسلاميين عموما الدم عندهم ما حرام يعني، نعم، يهون ممكن يستبيحوا دم الجميع. الناس الكتلة الديمقراطية هون بينظروا بلا وعي، هون أصلا الحاجة دي يعني إحنا بنحترم نضالات كثير منهم، اللي هون سواء ناس العدل المساواة ومن ناوي ديل هون جزء أساسي من الثورة دي وبداياتها وفي تنسيقية الحرية والتغيير، وبين يعني نضالات كثيرة مشتركة، بس يعاب عليهم انهم دارين يعملوا اغراق للفضاء السياسي والعملية السياسية بتنظيمات هلامية وتنظيمات انها هي أغلبية العناصر تتبع للنظام البعيد، نعم. والحاجة دي بالنسبة لنا نحن مرفوضة، لأنه إغراق العملية السياسية بيؤدي إلى وقدها. دي برضو من الحاجات الواضحة. طيب هل قفل الباب تماما أمام مجموعة مناوي ومجموعة سيد جبريل؟ لا، هي لم يقفل الباب أمامه، هو دي من القوى المدرجة في والاتفاق الإطاري، فقط هي ما وقعت، حتى إنها هي أسماء موجودة لكن لم توقع، ولا جبريل لا من ناوي إنه يتقفل الباب في مواجهاته. هل الآن في مفاوضات؟ نعم، حتى الآن الاتصالات بصراحة مستمرة، هي مستمرة ما بين سواء مني جبريل. أو جبريل يعني أو الاتحادي. الاتحادي هو اصلا موقع، هي دي انا شايف انها هي خلافات داخليه بيناتهم، بين محمد حسن وجعفر، هي دي خلافات داخليه انه هم ممكن يقعدوا يحلوها بيناتهم، او الناس ممكن تقدر تدخل في النص عشان انها هي تحل الخلاف بين الحزب الاتحاد الاصلي، لكن الحزب الاتحاد الاصلي المؤتمر الشعبي هو اصلا من القوى الموقعه بالنسبه لي انا في الاتفاق الاطاري. مني وجبريل. طيب وجودهم هناك بيمثل شنو يعني؟ اذا كان اصلا الاتحادي موقع
وجود بيمثل ما هو ده خلاف، ما زي ما قلت لك خلاف تنظيمي داخلي، انه واحد مشى بهنا ومشى بهنا، هون عنده الخلاف فيما بينه. نعم. لكن انا بالنسبه لي انه هل تفتكر انه ممكن يكون تكتيك؟ لا، هو ممكن يكون هو خلاف خلاف. اي، نعم. لكن هو الخلاف ده هو خلاف في داخل اطر الحزب. التنظيميه للحزب الاتحادي، ما نعم. طلع للبر، ولا تقدر تقول انه في انشقاق نعم حصل نعم عشان اتعامل معاهم كحزبين. نعم. انا بالنسبه لي هون حتى الان حزب حزب واحد، واحد. وقاعد احترم الحاجه دي، لكن انه في خلافهم خلاف التنظيمي داخلي. ده ايوه هون يحلوه، واصلا موقعين موقعين على بعد الاتفاق. ذاك. ايوه بالنسبه لي مني وجبريل، لانه هم وجودهم مهم في اي عمليه سياسيه، باعتبار انهم من القوى الموقعه على اتفاق سلام جوبا، وهم قوه مؤثره برضو، سواء اختلفنا في وجهات النظر بيناتنا، لكن وجودهم مهم في اطار توسعه العمل المدني، والمعون. وتوسعه المعونه، ما يغراقه طبعا، نعم توسعه نعم المعونه فرق بالناس كبير جدا بين الحريصه على التوسع وبين الانتقال الإغراق. المدني الديمقراطي. نعم. يعني انت اي انسان ما حريص على انتقال مدني ديمقراطي، انت ما بتكون في حريص في انه يكون موجود اي معك في حرص يكون معونك، موجود، لانه حيعيق العمليه بتاعت التحول، وقد لانه تكون عنده أجندة. ايوه عنده اجنده. نعم. نعم. عبد الوهاب، تابعت الحديث، هل بتفتكر الزمن كافي لوجود جبريل ومناوي داخل الإطاري؟ وليه بتفتكر انهما ممانعين حتى الان؟ في الحقيقه يعني جبريل ومناوي هم كتله حزبين او حركتين اساسيتين في مساله الانتقال. نعم. وفي مساله الثوره لا يستطيع احد ان ينكر دور جبريل ومناوي في النضال ضد النظام البائد، ولكن مناوي وجبريل اتخذوا موقف يعني انا احسبه قريب من الوجود في السلطه. نعم. الحفاظ على كراسي السلطه يبدو انه يعني، وبعد ذاك هو ده سبقه عمل كبير. نعم. من تحركات كتله الموز، كتله الموز اللي تحركت في وقت سابق في وادت لانقلاب 25 اكتوبر، هي كانت شريك اصيل لجبريل ومناوي. نعم. وهم برضو سبق الكلام ده كله، اتفاق في أديس أبابا، اتفقوا مع العسكر انهم بيبعدوا الحرية والتغيير. فأنا في رأيي من وقت باكر يعني البون شاسع ما نعم. بين الحرية والتغيير وجبريل ومناوي من جهة، وحتى مجلس الوزراء نفسه أيام حكومة حمدوك نعم. كان يعني مسرح للعراك السياسي ومسرح للخلاف. فما كانوا طرفي نقيض، على الرغم انهم بتجمعهم كراسي واحده. كان الامل انه الاطراف دي كلها تسير بالفتره الانتقاليه بشكل مشترك، ولكن واضح انه الحفاظ على الكرسي والاجندات الاجندات المستقبل، انا بتصور انه في قوه سياسيه تفترض انه الفتره الانتقاليه فتره خاصبه لبناء نفسها على حساب الاخرين، وده عمل انا افتكر ما مقبول في ظروف بلد اصلا بتعاني من اشكالات اساسيه، والبنيه التحتيه للقوات السياسيه فيها اشكالات. كان الافضل التراضي على الحاجات المشتركه والحوار حول ما هو مختلف عليه، وفي النهايه وصول لاتفاق يعني يحل الازمه من جذورها. ما بتصور انه يعني جبريل ومناوي بعيدين الان، لانهم هم الان بيعانوا ضغوط دوليه هائله، وبيعانوا وجود قوة عسكرية من قواهم التابعة لهم، هي دي عندها التزامات عسكرية يومية، إذا خرجوا من السلطة الحالية سيدفعوا الثمن. أنا بتصور إنه هو تحدي كبير جدا بالنسبة لمناوي وجبريل، بتصور إنه المجتمع الدولي حريص على إنه يلحقهم. ولو تابعت يا معتصم قبل أيام في قناة الحدث، نعم. أنا شايف جبريل يعني صرح تصريحات فيها تفاؤل وقريب، أساس إنه حيكون قريب من التوقيع الإطاري. أيوه، واضح إنه الضغوط من المجتمع الدولي وهواجس أن القوة المسلحة التابعة له كحركة بتعمل له إشكالات بكرة، بالتالي المعارضة بالنسبة له عملية خاسرة. ولا يمكن أنت تعارض في فترة انتقال أنت ما عندك حاجة تستند عليها. في فترة في اتفاقية سلام انت مفترض تكون شريك في السلطة عشان تنفذها. نعم. اتفاقية السلام دي بتدمج لك جيشك بتساعدك اللوجيستيك عشان في النهاية تتحول الى قوة سياسية. نعم. اذا ناس جبريل ومناوي طلعوا في اتجاه انهم ما يكونوا جزء من الاطاري، انا افتكر انهم يعني خسارة بالنسبة لهم كبيرة جدا، وحينتظروا كثير وربما لا يحدث لهم تحول. نعم. كلي، واذا عارضوا بالسلاح حيدفعوا ثمن اعلى، لان المجتمع الدولي الان ليست له حرص على ان يرعى معارضه مسلحه ولا غيره، بالتالي هم حيصبحوا اقباش فداء ويدفعوا ثمن غالي. نعم. بالتالي التحدي
امامهم منهم يدخلوا في الايطالي، وانا افتكر انه هم الان اقرب من الايطالي من بقيه الكتله. الكتله فيها قوه بتصور انها جزء منها فلول، وجزء منها يعني تخلق ما بين كل يوم وليله في رحم بليل. الهدف من هذا الامر كله ارباك المشهد السياسي، خلق حاله من التوتر، يعني تجميد الانتقال الى وقت طويل. بعض القوى يعني تذهب مثل ما ذهب اخرين. نصيب الياس يعني. أي نعم. المجموعات نصيب الياس. هو تعليقك هو في الحقيقة يعني هي فعليا انه جبريل ومناوي وجودهم مهم اساسا، اي لانه اصلا في ترتيبات امنيه وعندهم قوات عسكريه المفروض انه يشمل الترتيبات الامنيه دي. دي حاجه مهمه جدا، هم جزء اساسي من هو الموقع على اتفاق جوبا. نعم. بالتالي وجوده في اي عمليه سياسيه هو بالنسبه لنا مهم. ما دايرين نقول انه نحن حنتجاوز، لكن بقدر ما انه هو القطار حيكون ماشي بتاع العمليه السياسيه. ليه؟ لانه البلد عشان تنغز البلد هي بالنسبه لنا هي الاهم من اي شخص او من اي تنظيم او غيره. نعم. انه عشان انغزها من مساله الانزلاق او مساله الهاويه اللي ممكن هي ماشي على الناس بتتواصل. هو الاتصالات مستمرة مع مني وجبريل حتى ليلة البارح، في اجتماعات متواصلة وفي لجان مشتركة متواصلة ما بيننا وبين القوى الموقع على الإطاري. هي دي حقائق برضو يعني. نعم. وإنه فعليا هم أسي زي ما قالوا أستاذ عبد الوهاب إنه هم ماشيين أو ماشي اللي هو تقرب من بعض، تقرب من بعض كثير بعد ما كانت متسعة. أيوة. شديدة. نعم. أيوة. نعم. هو دي الحقائق. نعم. طيب أنا يعني يمكن من الحاجات المهمة جدا، يعني يمكن تبقى يومان على الموعد المضروب للتوقيع النهائي، بتفتكر أستاذ الزمن كافي لأنه يذوبوا حتى ولو أنت ما وصفتها بالخلافات بالأشياء البسيطة اللي هي تتحدث عن المدى الزمني لعملية الدمج؟ تفتكر المدة كافية خاصة بدون إرهاصات، أنه هناك بعض الأجندة، هناك بعض اللي تحدث عنه إن كانوا فلول إن كانوا جزء من الكتلة الديمقراطية لهم أيضا حديث وكلام يعني؟ وانا بالنسبه لي الموضوع ده هو اصلا يعني هي مساله بتاعت لجان فنيه. نعم. لكن تحديد المواعيد فيها هو نقاش، بالنسبه لي هو نقاش ما موضوع في الوقت ده. لكن بما انه الاطراف رات انها هي دايره مواعيد، هو المده كافيه اذا اتطيبت النفوس او انه الناس دايره فعليا هدفها انه العمليه السياسيه اي تحقق للعمليه السياسيه نهايتها. نعم. زي ما قلت انه هو اسي الخلاف ما في كل الاتفاق السياسي، حتى لانه المسوده النهائيه هي طرحت على الاطراف وتم التوافق عليها، فقط انه يضاف عليها مخرجات او توصيات الورشه بتاعت الاصلاح العسكري. نعم. وحتى في الورشه دي ذاته الكثير من البنود كان متفق عليها. نعم. في هي في ملاحظات محدده. بالتالي انه الوضع بالنسبة لنا إنه هو ممكن يمشي لقدام بشكل سريع في المدة الزمنية دي. اليومين هي كثيرة ذاتها يعني، أو لأنها هي ما يومين، هي 5 أيام. الناس بتناقش من يوم 1 أبريل تمت فيه إلغاء التوقيع الأول يعني. نعم. أو ترحيله اللي فيما بعد. نعم. لكن في النهاية بقول أنا إنه بما إنه نحن دارين نصل لاتفاق سياسي نهائي متين ينقذ البلد دي من شبح الانزلاق او الحرب او غيره، بالتالي انه لابد انه يتم توافق كامل تمام وتصور كامل متكامل برضاء كل الاطراف فيه حتى اذا اتجاوزنا 6 ابريل. تمام. لانه الهدف هو انه استمراريه الاتفاق دون وجود عراقيل او قنابل موغوطه. لانه صراحه انه كل الاتفاقات السياسيه في السودان هي يكون فيها قنابل موغوطة يعني أنا دون مقاطعة، يعني تفتكر إنه إذا الناس ما وصلت لحل كل المشاكل الأفضل إنها ترجي الاتفاق النهائي والتوقيع عليه حتى تنتهي؟ أيوة. نعم. وإذا كانت هي ما جوهرية أو غير موضوعية هي دي ممكن يتم ترحيلها، لأنه في قضايا كثيرة هي غير موضوعية سيجينا معكم لقدام. أي نعم. ممكن دي تمشي لقدام لأنه دي اللجان الفنية زائد مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس مجلس الوزراء هم ممكن يحل كل يحل هذه. لأنه هي ده اختصاصه. نعم. موضوع الدمج وإعادة التسريح ده اختصاص رئيس مجلس الوزراء المدني. نعم. تمام. اللي هو حيكون جزء من هو رئيس مجلس الأمن والدفاع، معه وزير المالية ومعه وزير الخارجية ومعه رئيس مجلس الوزراء، هم كلهم ووزير الداخلية والدفاع وكلهم
حتختارون القوة المدنية، نعم بالتالي هم بإمكانهم إنه يتجاوزوا الحتة دي بتاعت اللجان الفنية، بتاعت المواقيت والزمن والمدد إذا الناس ما اتفقت على. لكن إذا إنه الناس أصرت إنه تمشي على تحديد مواعيد وأزمان محددة، رغم إنه في الظروف الاقتصادية في السودان الحياة دي كلها هي هتضرب في النهاية لتأجيل، يعني نعم بتاع يعني الدعم بتاع الدي دي ار إذا ما وجد دعم مالي كبير إنه هتأجل هترحل هتعمل، لأنه عايز قروش بالذات التسريح، أول زول إذا اختار خيار التسريح. نعم هو دي الحقائق. نعم عبد الوهاب، بنفتكر انه التاجيل، التاجيل الاول التاجيل الثاني، اذا استمر هذا التاجيل لفتره، هل بنفتكر انه الياس سيصيب الكثيرين؟ بالضبط، يعني الياس حيصيب الشارع قبل القوه المتصارعه والمتنافسه في المسرح السياسي. نعم صراحه يعني انا بتصور انه ممكن يحصل تاجيل، نعم لانه يعني العبارات الصدرت في 1 ابريل تشير الى، على الرغم انه البيانات ظاهرها من الطرفين، نعم طرفي المكون العسكري ظاهرها يعني فيه رضا وقبول من بعض، ولكن اخشاه ما اخشاه ان يكون هناك اجنده داخليه. لا مش اجنده، انا اتكلم عن اجنده، لكن ان تكون ليست هناك صيغه بين الأطراف. نعم. إذا انعدمت الصيغة بين الأطراف، أنا بتصور أنه لا يمكن أن يتم اتفاق، أو لا يمكن أن نتوصل لحلول في يوم الخميس. نعم. ما أتوقع أنه يصل الناس لاتفاق نهائي ما لم تكون في يعني إعادة الصيغة بين الأطراف. أرجو أنه الأطراف الوسيطة تلعب دور يعني تقريب وجهات النظر ولو في الافهام، ناهيك من النفوس. نعم. على الاقل لو تقربت الافهام بين الاطراف ساعتها يمكننا ان نتحدث عن اقتراب، ويمكننا ان نتحدث عن امكانيه حلول نهائيه، وده برضه ممكن اذا تقاربت الافهام ممكن تتبني الثقه. نعم. نعم. طيب نحن بنسال يعني سؤال كبير وعريض، يعني الرباعيه والثلاثيه هل بتقوم بادوار الان مهمه في هذا الزمن؟ نعم، هي بالذات الآلية الثلاثية، هي الرباعية كانت هي سهلت بشكل كبير جدا انه العملية السياسية تمشي في طريق انها هي ماشية فيه وده، وهي دعمت سواء دعم لوجستي عشان انها تقوم الورش دي، هي والآلية الثلاثية. نعم. الآلية الثلاثية كانت جزء من كل النقاشات دي، حتى اجتماع قبل 48 ساعة كانت هي جزء منه، على أساس انه تشوف مدى جاهزية الناس للتوقيع، وهي ممكن تساعد وممكن تضغط العمل الدبلوماسي الثاني يعني عبر الآلية الرباعية وغيره. هي وجودها مهم في أي عملية بتاعت انتقال ديمقراطي، بالذات لأن المجتمع الدولي هو من مستني منه الكثير زي ما قالوا في دعم أي حكومة مدنية جاية، بالتالي انه وجودنا مهم، وهم فعليا يعني قريبين للملفات دي شديد. نعم. لكن يعني الحاجه اللي لفت نظري كان عبد الوهاب انه هو فعليا نحن كيف انه نقدر ننقل الخلاف الحاصل في المواقيت ده لبرنامج موضوعي نقدر نصل من حلاله لحلول واضحه. نعم. الوضع بتاع سواء الدعم السريع او القوات المسلحه، العمليه السياسيه والاصلاح الامني والعسكري ده هو لمصلحتنا الاثنين. نعم. ولمصلحه البلد في النهين في المغام الاول، وهن لازم انه العسكريين بكل اطرافهم هم فاهمين، قياداتهم فاهمه، لكن المفروض الحياه تنزل تحت والناس تفهم انه الاصلاح ده من اجل البلد دي كلها، انه قيادة الجيش، نحن لما نقول اصلاح قيادة الجيش المفروض تكون ممثلة لكل السودانيين يجدوا نفسهم فيها، انها هي ما مستحوذة من اتجاه محدد، دي حاجة. الحاجة الثانية انه لما نقول يكون في عقيدة عسكرية، لابد انه تكون في عقيدة عسكرية واضحة للجيش المهني الواحد الوطني القومي ده. لما نقول انه يا اخي دايرين يكون
الأسس بتاعت القبول للكلية الحربية تكون واضحة بعيدة عن الوصايا أو التوصيات أو العلاقات، المنهج كذلك، أي وكذلك منهج منهج الكلية الحربية. نعم. تمام، الشرطة والأمن والمخابرات، إن هي برضو نحن دايما بننسى إنه لابد من هيكلتها، لأن الشرطة بنعرفها وشايفينها في فض المظاهرات ده هي ما بترتقي للشرطة في طموح يفترض، السودانيين، نعم. هي المفروض إن هي الناس تناقش الحاجة دي بكل شجاعة، وإنه كيف تهيكل الشرطة. الورشة هي أجابت على الكثير من الكلام ده، نعم. بالتالي إنه العسكريين لابد إنه يفهموا إنه الإصلاح ده يعني هو في مصلحته ليهم، مصلحته للبلد، مصلحته خروج أهم حاجة العمل السياسي وإبعاد السياسيين عن أي عمل سياسي، عن العمل العسكري نعم أو عن العسكريين تحديدا. نعم أي ما هو في ناس كتير يقول لك يا أخي والله الانقلابات دي ما وراها قوة سياسية، أي الكلام ده بالمناسبة نظريا صحيح، نعم لكن في عقيدة الجيش إنه هم لما يوصلوا لردة محددة المفروض يعمل انقلاب يعني. نعم دي برضه حاجة دي ما مشكلة واضحة حقيقية، يعني، هو ذاته ما ودي بيسعى يعني، نوقشت بعض نوقشت في هذه الأوراق، نعم نوغشت كل شيء يعني. هي بصراحة إنه الأوراق كانت كافية وافية، اتقدمت أوراق بجتها هي اتبذل فيها جهد علمي كبير، كبير، في خبراء دوليين برضو طرحوا وجهات نظر وأوضاع مماثلة في العالم في كيفية الإصلاح أنا الأمني هرجع لك العسكري. لنقطة الخبراء الدوليين لأنه فيها كلام لغط كثير جدا، ولكن مشاهدي الأعزاء نمشي نشوف فيديو بعض الاستطلاعات ثم نعود لنتواصل. أزمة مشكلة شديد، الناس ما قادرة تعيش ذات الناس بسبب الأزمة الحاصلة في الدولة، الناس وضعها بقى تعبان والاقتصاد بقى تعبان، ونحن نسأل الله إنه ربنا يغير لنا حالنا ده ويوفق لنا حكومتنا دي تتشكل عشان الناس تقدر تتعايش، والمواطن والله وضعه بقى تعبان صراحة كده، الناس بقت تعبانة شديد، في ضايقة في المعيشة وضايقة في كل شيء. هاي الحقيقة الوضع في السودان هو الوضع الراهن وضع سياسي. السودان هو أصلا يعني ماشي بطريقة والله سمحة شديد، لكن المسألة بتاعت السياسة هي اللي عملت لنا شوية كده يعني مضاربات في الهناية. لكن أنا بشوف لو بقوا في اتفاقيات، بقي في يعني أبناء السودان وحدت كلمتها كلها ككل، السودان وضعه بيمشي والله بيمشي. السودان ده أحسن دولة، والسودان ده فوقه خيرات، والزول الداير يشتغل في ناس ما بخلوه يشتغل يعني، في على حسب الناس المدارين السودان يمشي قدام بيضاربوا الأوضاع، الزول اللي بيشتغل بيقطعوا له الطريق ما بخلوه يشتغل، لكن في ناس أصلا بيشتغلوا وناس معروفين للسودانيين كلهم، ناس أصلا الآن شغالين واشتغلوا شغل يعني قدموا للدولة دي شغل كويس خالص، لكن في ناس بقصوهم من ورا. ونحن نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أبناء السودان يتفقوا كلهم ويخلوا الزول اللي بيشتغل ده عشان يقدر يمرق السودان من الأزمة الآن اللي نحن فيها دي. بسم الله الرحمن الرحيم. الوضع اللي احنا الآن عايشينه ده أنا أعتبر إنه الناس يرجعوا لله في البدء يعني حيث ما تقول عليكم، ولذلك الناس إذا رجعت لله ربنا سبحانه وتعالى بغوض لنا شخص يقودنا للأمان يمرقنا من المأزق اللي احنا فوقه ده، فالأزمة كلها أزمة دين وأخلاق، ولذلك القصة دي كلها بتمشي وبتجي في الدين والأخلاق، إذا ما في أخلاق إذا ما في دين ما في أخلاق، وإذا ما في أخلاق ما في دين، وهذه هي الحياة. ولذلك نحن يعني كل الدول وكل العالم بيحتفي بأخلاق وأدب واحترام لبعض. الخلافات السياسية دي أنا أعتبرها خلافات حول الكرسي، ما عندها أي أساس من المبدأ. ده الناس جارين ورايين يقعد في كرسي ويبقى رئيس وهو زول ما كفء للكرسي أصلا. يعني الكرسي ده داير زول مارق من أسرة مربى من السودان ده عايش في السودان ده ما مرق برا السودان خالص. أنا عندي فكرة جميلة عجباني صدام كان زمان شغال بها، إنه أي عراقي مرق برا
العراق دي اشتغل ما ودته الحكومة ما وده مش اشتغل برا يعني بيعتبره خاين غفير ما بشغله في الحكومة عشان كده مشت. ولذلك يعني انا بعتبر انه الحاجات الموجودة عندنا دي نحن نحتفظ بها وما نحاول نزوغ منها. دي الحل الوحيد اللي انا بعرفه. مرحبا بكم من جديد مشاهدي الاعزاء، وبرحب بضيفي العزيزين. تابعت الاستطلاعات، يعني يمكن لفت انتباهي يعني في الاستطلاع الاخير حديث وبدور في الميديا جارين حول الكرسي، رغم انه يعني انا ما داري ارد، لكن رغم انه عرفنا يعني الاتفاق انه في حديث عن انه الاحزاب بعيده عن هذه الامور وبعيده عن الكرسي، ولكن بدور حديث عن الكرسي، هل الموضوع ده صحيح؟ هو الناس للاسف هو ده الترويج قاعدين يترويج له، هو مجموعات محدده او ناس تحديدا اعضاء النظام المواد. نعم. الحريه والتغيير دي لو دايره كرسي كان خضعت للعساكر وما حصل الانقلاب. نعم. لكن هي عندها اهداف ساميه جدا انها بتقود البلد دي لانتقال مدني ديمقراطي حقيقي. نعم. اللي هي واجهت بها. ولو ما واجهت ما كان حصل انقلاب. نعم. تمام؟ واعتقلت قياداتها من الكرسي ده ذاته شالون ودون المعتقل. مزول لو داير الكرسي ده ما يمشي المعتقل ويقعد يفترش الوضع. نعم. تمام؟ نحن مؤمنين تماما انه عندنا قضايا، القضايا دي هي قاعده تخرج السودان ده من مرحله التخلف الاقتصادي والاجتماعي الموجود فيه الى افق اوسع لدوله ممكن تكون متقدمه والانسان فيها يعيش حياه كريمه. نعم. لايقه به. تمام؟ دايرين دوله انها بننشد فيها احترام لحقوق الانسان وعدم الانتهاكات، والانسان يقول رايه حتى الضد يعني المخالف. نعم. حتى المخالف. نعم. بالتالي انه العمليه السياسيه دي هي ما عمليه بتاعه جري ورا الكرسي، بغض ما انها بتناقش قضايا من ضمن قناعاتنا هي امكانيه التحول المدني الديمقراطي في السودان على اساس انه والانسان السوداني يمشي او يتطور ويتقدم، انه ننقذ البلد دي من حاله الانغلاق العسكري الحاصل فيه او الصدام القريب جدا او متصور في اذهان الناس كثيرين جدا انه ما يحصل صدام، لانه اي حاجه لو كانت حتميه التدخل البشري بالنسبه لها انه هو بيحرك مساره وبيمشي بوديه في الطريق الصحيح. نعم. يعني احنا بنتعامل ب الاسس وعندنا بوصله اخلاقيه بتقودنا انه نتجه او نوجه اجندتنا نحو اهداف محدده، الاهداف دي بيستفيد منها كل السودانيين. نعم. دلوقتي تابعت الاستطلاعات قبل شويه، ويمكن لفت انتباهي يعني الحديث عن الاخلاق والدين، يعني يا ريت نتحدث شويه عن النقطه دي. اكيد الاخلاق عندها دور كبير جدا والدين عنده تاثير كبير جدا، ولكن البعض بيتخذ هذا العنوان مطيه لمآرب اخرى. تعليقك على والله شوف، السياسه بمعناها هي تقوم على الاخلاق. نعم. وفي سياسه ماكيافيليه. نعم. في الواقع السوداني يعني حصل كثير من الخدش للناس، وبعض اليائسين بيفتكروا انه ما دارين يعبروا عن الواقع بمعطياته الحاليه، بيعبروا عن بيقفزوا في الظلام وبيعبروا عن حاجاتهم بشكل ثاني. يعني نحن نحترم اراء الناس ونفتكر انه من حقهم ان يعبروا، ولكن الواقع الحالي الان هو واقع يعني صعب، خلق اشكالات كثيره للناس. وبفتكر في الاستطلاعات من جملة الحديث فيها إنه المواطن متأذي جدا من الواقع الحالي. ويعني الحديث اللي تم في الاستطلاعات كله بشكل ضغوط على الفاعلين السياسيين. الفاعلين السياسيين الآن هم أمام امتحان، إما أن يعبروا بالبلاد أو يعني يتمترسوا حول بعض الأشياء، سواء كان قوى نظام بائد. أنا مثلا بفتكر إنه من الضرورة بمكان إنها تعمل مراجعات وتتخلى عن المدرسة والضرب تحت الحزام بليل، ومسألة يعني
تخريب الواقع من أجل تخليق عملية جديدة يعني تأسس لحاجاتهم. أنا أفتكر لا، الأفضل بالنسبة لقوى النظام البائد إنها تعمل مراجعات سياسية وفكرية، تدرس التجربة السابقة لأنها تجربة فيها فشل كبير جدا، وساعتها ممكن أن تجد نفسها في الساحة. القوى السياسية الأخرى يجب أن تتحلى بالمسؤولية. أنا أفتكر إنه الطرفين، القوة بتاعت التغيير الجذري وقوة القوة الاتفاق الإطاري زائد حزب البعث، كلهم أنا أفتكر مشروعهم الآن الوطني واحد، هو الهدف الأسمى فيه إحياء الانتقال مع اختلاف الوسائل. يعني أنا أفتكر أنه مطلوب من إسماعيل وأخوانه أنه يقوموا بدور، يا سيد إسماعيل تقوموا بدور مهم جدا، لأنه ليست الاتفاق وحده كافي، من حق الآخرين أن يكون عندهم رأي في الأطر المكتوبة في الاتفاق الإطاري أو الاتفاق النهائي الجاي ده، وما يشاركوا في العملية كليا، ولكن يكونوا شركاء فيما يلي كتابة المستقبل. نفتكر ده محتاج لحوار عميق، بقدر ما أنه الآن جاري الحوار الداخلي عشان يأسس للاتفاق النهائي، لكن بموازاة ده يجب أن يكون في حوار عميق جدا مع القوة الثانية الرافضة كليا وبتفتكر أنها تعمل تغيير جذري، يكون في شكل من أشكال الشراكة على كتابة المشتركات والعبور بالبلد بشكل عام، لأنه ليس رئيس الوزراء هو الذي يحل الأزمة، ولا التغيير الجذري لا يمكن أن يحل الأزمة، ولكن العقل السوداني الحكيم هو والذي تتفق رؤيته على كتابة مستقبل بشكل يعني فيه أخوة وعقل وثقة. أنا أفتكر أنه بداء يمكن أن يحصل حل. أستاذ إسماعيل، برضو أنا برجع للاستطلاعات، يعني في ظل غياب الديمقراطية والأحزاب لأكثر من ربع قرن أكيد عندها تأثير على الواقع. يعني الشاب الآن اللي عمره 30 سنة ما مارس سياسة، يعني الولد يوم الإنقاذ الآن أو النظام البائد ما مارس عملية ديمقراطية. نعم لم حتى نعم في هذا الوقت لم تمارس عملية ديمقراطية. هل حصل استغلال للدين في هذه الفترة الآن لإرباك المشهد، انتطاء للدين؟ هو شوف الإسلاميين دين مما جو في 89 أصلا جو هدفهم أنه يمتطوا الدين ده على أساس أنهم يغلفوا بالعمل السياسي، وهو ده منهجهم لما الناس اطلعت عليهم جماعة الإسلام السياسي هنا. يعني أصل الاستطلاعات علاقة الدين باختيار رئيس الوزراء شنو يعني؟ أو أنه يقول لك والله الأزمة الاقتصادية دي هي عشان نحن البعد من ربنا سبحانه وتعالى. يا أخي علاقة ربنا سبحانه وتعالى بالتخطيط الاستراتيجي السليم شنو؟ معنى لما نخطط التخطيط الاستراتيجي إذن كده نحن لما نقول إنه يا أخي الدولة لازم تكون هي دولة حيادية اتجاه الأديان، وتكون هي بشكل واضح واضعة خططها الاقتصادية من أجل التطوير بعيدا عن أي عقلية أيديولوجية أو سواء دينية أو عقدية أخرى، إن هي دي ده جوهر التقدم بالنسبة لنا. لبس أي حاجة بالدين أو قصور في الدين هو ده استخدام جديد للدين في العمل السياسي للوصول لهدف محدد يعني. وإنه الناس دي بس بعيدين عن الدين، الناس دي الكفار، الناس دي هنا في النهاية تلقى إنه هو ذاته يعني الإسلاميين دي ما هون سرقوا السرقة دي في الدين مش حرام، هون سرقوا وقتلوا وعملوا أي حاجة. تمام. وحتى أطر المحاكم معروفة برضو زنو يعني. الحياة دي كل الوسخ ده عملوا الإسلاميين، لكن الوسخ ده عندهم حلال ما كفر. الكفار نحن بنتكلم عن تخطيط سياسي واقتصادي واضح المعالم بأوراق علمية إنه كيف نطور اقتصادنا، كيف إنه نقدم بلدنا، ده الكفر عندهم. بالتالي هو الاستغلال بتاع العمل السياسي، الدين في العمل السياسي، وتأويل النص القرآني والفهم الديني عشان تلبسه كغطاء سياسي عشان تحقق به هدف، ده إن شاء الله حيكون ولا بدا عودة يعني. نعم. الدين لله والوطن للجميع. نعم. عبد الوهاب، النقطة دي مهمة جدا، يعني غياب الديمقراطية لفترة لأكثر من ربع قرن، وأنت وأستاذ إسماعيل وكل الشعب بيكون متابع في الميديا مصطلح أسواق بالخلا. هل غياب الديمقراطية والدولة المدنية في الفترة الطويلة أثر على معرفة وفكر الإنسان السوداني؟
طبعا اولا الفتره طالت 30 عام او اكثر من 30 عام من الديمقراطيه الثالثه. نعم. البون شاسع، يعني اجيال جديده قامت في الفتره دي وما لقت حظوه بانها تشوف الديمقراطيه تجربه ممارسه. نعم. وحتى يعني كنا نامل انه القوى السياسيه، نعم، القوى السياسيه عندها دور كبير جدا. صحيح حجمتها الانغاز ما في شك في تجربتها ومنعت الاخرين انه يتنفسوا الصعداء وتفتتت وجعلت القوى السياسيه يعني شتات. نعم. وشردت البعض لدرجه ان البعض ذهب خارج السودان ليعارض من الخارج. نعم. يعني العوامل دي خلت الجيل الجديد لا يعرف هذه الممارسه الديمقراطيه ولا يعرف الديمقراطيه نفسها. التطلع الان يعني هالحديث الكثيره جدا في السوشيال ميديا حول السواق بالخلا وغيره كلها البحث عن تطلع لتاسيس دوله مدنيه. وده مقبول يعني. مقبول. طيب بدون مقاطعه يا عبد الوهاب، انت عارف يعني الحاجه اللي لفتت نظري، ما هو نحن في مرحله بتاعه انتقال. نعم. الناس مفتكره انه مرحله الانتقال دي مرحله بتاعه حكومه ممتده تشكل لحد ما تصل للانتخابات. نعم. لا، لكن هي أعمق. فكرة الانتقال هي أعمق. قصي يعني حبي نناقش في الإصلاح الأمني والعسكري ليه؟ نعم. لأنه دي ضرورة الانتقال. نفس الشيء الأحزاب السياسية هي عايشة حتعيش فترة بتاع الانتقال. نعم. ليه؟ لأنه 30 سنة أنهكت الأحزاب، تمام، خلت إنه نحن لما نجتمع كنا نجتمع عشان نتلاقى كمجموعة سياسية بتاع حزب أو قيادة حزب، تمام، عشان نتلاقى ذاته ودي يجينا بوين ويلف البلد دي كلها بعد ذاك عشان يجي المحل. نعم. تمام. تكميم الافواه الحاصل اثر، ده كله اثر في قدره الاحزاب السياسيه على ان هي تكون عندها ادوار رؤى وممارسه واضحه. يعني في بعض منا بجاسف كده زي ما قال بلغه الشارع انه نعم. بيعمل مؤتمرات وبيعمل حياته في الفتره اللي فاتت دي وبتكون هي برضه تجربه في الاتجاه الصحيح، لكن بقية القوة في قوة سياسية كثيرة ممكن القمع بالنسبة لها إنها هي يخيفة أي ويجعل هامدة وساكنة. هامدة وساكنة يعني ما بتحرك ساكن أصلا يعني. نعم. بعدين يعني الإنسان ده ما هو السياسي ده ما هو في النهاية متطوع، ما قاعد يأخذ مرتب في حزبه مثلا. نعم. طبعاً بيكون عنده التزامات تانية، لما الدولة هي تنهي قبيل التزامات التانية في النهاية بيكون عشان يعمل 50-50 رغم إيمانه بالقضية. نعم. دي كل الحياة دي بتأثر في حياة العمل السياسي والعمل الديمقراطي في الدولة السودانية. الإنغاز دي عملت أسوأ حاجة، إن هي كسرت المجتمع السوداني ده وجعلت ديل مسلمين وديل ما مسلمين وديل معارضين وديل عملاء وديل خاينين قبلية وجهوية وديل قبائل ودي قبائل. دي الحياة اللي عملت الإنغاز. عشان نحن نصلح الحياة دي محتاجين ليه؟ زمن انتقال. نعم. هو يعني رغم انه طبعا الانتقال اسي، انا ما عارف هو اسي هو ده عشان انه نصلح حكومه منتخبه ممكن يقولوا بعد سنتين نفغى للاتفاقية السياسية. نعم. لكن عمليه الانتقال هي سيستم او بروسيس مستمر متواصل. نعم. جدا. نعم. في الانتقال في العداله، تحقيق العداله، الانتقال في اصلاح المؤسسات، الاصلاح العسكري، الانتقال في كل شيء، الانتقال في التغيير الاجتماعي. نعم. عشان نغير كل مناحي الحياه، تفكير الانسان ده من 30 سنه الاثني القبل الجهوي. نعم. الجهوي ده الى دوله المؤسسات والبلد والسودان الهدف الاسمى بتاعنا. نعم. ده برضه انتقال يعني ليس عشان انت هو بروسيس متكامل. نعم. بالتالي لما تيجي تحصل ده الانتقال في حته محدده، اي انسان المفروض يفهم انه اي عمل ديمقراطي يعني احنا بننشده على اساس انه يكون متكامل. ونصل بيه ولا هنا الدور اللي ما حصل 30 سنه ما حضر فيه عمل ديمقراطي ده يحضره. نعم. بفهم يعني. نعم. عبد الوهاب، يعني احنا قبل ما نختم يمكن عندنا شويه زمن ده اتكلم عن الحديث عن التصعيد. يعني هناك حديث عن التصعيد خاصه اذا تحدثنا عن شرق السودان. أول شيء صراحة الاتفاق الإطاري والاتفاق النهائي مستهدف. نعم. وده طبعا مسؤولية إسماعيل وأخوانه. وبفتكر أنه برضو يعني من الحاجات اللي إحنا نقوله يعني قوى الحرية والتغيير وقوى الإطاري يعني ما عملت شكل من أشكال الأضواء الوازعة في الشارع السوداني حول تكييف الاتفاق للناس وكيف انه الاتفاق ده هو حيطلع الناس من الحال اللي هم فيها. انا افتكر التحدي يعني التجربه بتاعت انه الحريه والتغيير الفاتت هزمها الاعلام
واسا نحن ما دايرين بنفس الشكله يتكرر ذات السيناريو انه الاعلام نفسه يكون عامل من عوامل الهدم. صحيح قوى الظلام الان تشتغل ليل ونهار عشان تهدم الاتفاق الاطاري وده كان يجب انه يوازيه عمل من القوى الاتفاق الاطاري في الارياف في المدن، مقابله الطرق الصوفيه، مقابله اعيان البلد، الادارات الاهليه، واجراء حوار عميق معهم حول هذا الاتفاق عشان يفهمهم الاتفاق، عشان كل الناس انا في رايي كان ممكن الناس كلها تكون الان على قلب رجل واحد، و من يريد ان يتخلف عن الاتفاق يلقى نفسه معزول. نعم. ولانه الفتره الانتقاليه دي ما بتحتمل انه الحكومه ما عندها ظهر، الحكومه الجايه دي يعني حكومه ما عندها اي ظهر، وبالتالي من السهل ما عنده زي ما بيقولوا ظهر بده يقف في بطنه. نعم. فعشان ده ما يحصل عشان ده ما يحصل. نعم. انا في رايي لليله التحدي قائم امام كافه الاطراف الموقع الاتفاق الإطاري بالضرورة إنها الليلة تعمل عمل إعلامي كبير جدا يسكن هذه الفكرة. نعم. هذا المشروع الوطني الكبير يسكنه في أذهان الناس. نعم. كلام جميل. أنا يعني يمكن بشرورين وأوشكنا على الختام وباقي زي دقيقة، ممكن أنا أعلق على كلام عبد الوهاب. نعم. هو يشوف العملية السياسية دي يعني بالبروتوكولات الخمسة. نعم. يعني هو كان بإمكان الحرية والتغيير بمجرد ما موافقة العسكريين على دستور المحامين كان يمشي وقوع على اتفاق نهائي، وكان بإمكانه الحاجة دي يعني يعملون. لا يكون في بروتوكولات، لا مناقشة قضايا أمنية، لا عدل، لا عدالة انتقالية، لا غيره. نعم. لكن عشان انه الهدف انه هو اشراك اكبر عدد من الناس عملت البروتوكولات الخمسة. البروتوكولات الخمسة دي شارك فيها اكثر من 3000 مواطن سوداني جو شاركوا عبر ورش. تمام. الحرية والتغيير هي عملت طواف لعدد كبير جدا من ولايات السودان. نعم. لو ما جاء رمضان ده قطع الطواف ده. تمام. الحاجة دي هي في إطار إنها هي توسيع قاعدة الانتقال بمشاركة حقيقية للسودانيين. نعم. أنا في ختام هذه الحلقة سؤال سريع، عبد الوهاب أنت متفائل؟ والله أنا يعني مش ولا بد، أنا بتصور إنه إذا حصل جهد عقلي وفكري وعصف ذهني كبير في الفترة القليلة القادمة سنعبر. نعم. أستاذ إسماعيل متفائل؟ أنا شي بس أنا طبعاً التفاؤل والإحباط ده بالنسبة لي هي متلازمة ما موجودة، لكن أنا حبي نعمل بقدر ما يمكن إنه نجنب البلد دي مرحلة بتاعت الانهيار والانزلاق، وانه نقود العملية السياسية بتتم، وهي دي بالنسبة لي هي محققة بالنسبة لي. واللي انت شايفه ده بيوصلنا للنقطة. نعم دي. نعم. العملية السياسية انه انا شايف انها هي في خواتيمها، وانها ما بيفصلنا غير مع التشكيل حكومتنا او التوقيع على الدستور او تعيين الوزراء المدني ورئيس الدولة المدني مجلس سيادته المدني سوى ايام هي فيصل بيننا، محتاجة مننا لكيف انه نقدر نحميها الفترة الجاية، انه كيف نقدر نكشف كل من يعيغها وللسودانيين كلهم ويعرف الصح منه. انا بحييك عبد الوهاب موسى صحفي محلل، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا وشكرا جزيلا لنادي الشروق. اهلا ومرحبا بك. وبحييك كثير جدا اسماعيل محمد توم القيادي بالحرية والتغيير، شكرا لك. ونتمنى يوم السادس ان يكون هو اليوم. نعم. النهاية للتوقيع. شكرا. نعم. لك كثير. نعم. تسلم أستاذ معتصم، وشكرا لمشاهدي قناة الشروق. وأنا أمنياتي أيضا أن يكون يوم السادس من أبريل هو اليوم الأخير ويوم التوقيع النهائي. وحتى نلتقي في حلقة أخرى من برنامجكم أجندة الساعة، دائما لكم أحلى أيام.